لا 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 ما قدمت معروضي كفانا المشايخ وكفانا المطاريق اللي غيري. أنا ذعار بن عايض الأسود عضو مجلس بلدي في تدريب. الشخص الذي لا يؤدي الأمانة يسأل عنها يوم إيش؟ يوم تعرض على السماوات والأرض. أمنتوا الأمانة من صاحب السمو تصل إلى صاحب السمو. عطوكم شكواهم. أنا من الناس اللي عانيت من مستشفى تدريب. دخلت مرتفع عندي الضغط ضاربيني ببرة حساسية وأنا أقول ما هي حساسية. داخل الغيبوبة إلى مدة 4-8 ساعات من العشاء إلى الساعة صلاة الفجر الساعة 4 أدخل أصحى اللي في حلقي. وش السبب؟ أخوي دخل عملية زايدة أتكلم عن معاناتي ومعاناة الناس اللي غيري. الإنسان الذي لا ينطق بالحق سود الله وجهه، واللي ما يدي الأمانة سود الله وجهه. نتكلم من حرقة، يتكلم الرجل من شيء مر فيه. أخوي دخل عملية زايدة، طالع من غرفة العمليات إلى العناية المركزة. ليه؟ قال زوده وجرعة البنج. الأطباء الكادر اللي فني، وش الكادر؟ يا الربع صلوا على النبي. حولته إلى الرياض. غيري إنسان دخل فيها أعصاب، حرمة دخلت فيها أعصاب وضربت ببرة، دخلت فيها جلطة خفيفة وضربت ببرة أعصاب وانتشر إلى 12 جلطة وموتة دماغية وحولت إلى عسير وتوفت هناك رحمه الله وموت المسلمين. أشخاص يا الربع حنا نتكلم عن محافظة تخدم حوادثها طريق يدمة، تخدم شوف الطرق، أنا أتكلم عن الطرق الآن، طريق يدمة منطقة نجران، طريق الخميس وادي الدواسر اللي هو الرياض وادي الدواسر الخميس، طريق بيشة تثليث، ثلث منطقة عسير، منطقة مظلومة في هذا المكان. نعم، أكبر منطقة مظلومة. ليه ما نرى الله في أنفسنا وفي الناس اللي أمنتم؟ أنتم أمنتم؟ أسأل الله أن الله يقديكم، وأسأل الله أن معاناتنا هذه تصل إلى وين؟ إلى صاحب السمو. أنا ما عاد لي معروض، ما عاد أقدم معروض، قدمه.